هي أسطورة من أساطير النادي الأهلي والرياضة المصرية بل والعربية والعالمية أيضا. الدكتورة رانيا عمرو مصطفى علواني سباحة أولمبية وصاحبة أرقام قياسية بدأت من النادي الأهلي حتى وصلت إلى العالمية ومنحت مصر أول ميدالية ذهبية في كأس العالم للسباحة بمدينة شيفيلد الإنجليزية عام 1995، وكللت مشوارها بأرقام قياسية عظيمة وثلاث مشاركات في الدورات الأولمبية: برشلونة 1992، أتلانتا 1996، سيدني 2000. رانيا علواني ابنة الدكتور عمرو علواني نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة الحالي وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، وهي حفيدة اللواء مصطفى علواني الشهير بالكسار، أحد أساطير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الثلاثينيات والأربعينيات، والذي تولى رئاسة اتحاد الكرة عام 1981 وكان محافظا لأسوان. رانيا علواني التي تفخر دائما بأنها تعلمت الإدارة في قاعة صالح سليم ومن خلال تواجدها بالانتخاب لثلاث دورات في عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي وصلت إلى أعلى المناصب الرياضية عالميا بعضويتها للجنة الأولمبية الدولية بالانتخاب، وهي أحد خمس شخصيات فقط في تاريخ الرياضة المصرية نالت شرف تقلد هذا المنصب الرفيع، كما أنها عضو بالمكتب التنفيذي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات واللجنة الطبية باتحاد اللجان الأولمبية الوطنية أنوك. وعلى الصعيد السياسي، نالت رانيا علواني عضوية مجلس النواب بتعيين من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومثلت مصر في البرلمان الدولي، بالإضافة إلى حصولها على زمالة كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. وعلى المستوى المهني، هي طبيبة أمراض نساء وتوليد ناجحة. نالت رانيا علواني العديد من الأوسمة والتقديرات الدولية، في مقدمتها وسام الرياضة من الطبقة الأولى من جمهورية مصر العربية عام 1995، ووسام الرياضة من اتحاد الألعاب الرياضية عام 2005، وجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي عام 2014.